بعض الناس يمر على هذه الآيات هكذا مرورا عابرا. القرآن يؤصل لمبادئ الفن الأصيل، مبادئ الفن التشكيلي بالألوان، درجات الألوان في دقتها ووصفها كما جاءت في كتاب الله. هذه تفتح وتؤسس لعوالم وأبواب مختلفة في هذا الشكل من أشكال الفن التشكيلي وتركيب الألوان. مدهامتان فيما عينان نضاختان. وتدبروا معي مرة أخرى كيف القرآن يؤسس لفن الجمال، تزيين وتنسيق الحدائق. هذا الآن أصبح علم، أصبح فرع من فروع الهندسة المعمارية، تنسيق حدائق. القرآن يعلم هذا، القرآن هذا فيه مبادئ، القرآن فيه قيم، القرآن فيه علوم لو أن الناس تدبروا فيها لخرجوا بفتوحات حقيقية للبشرية. هذا الوصف الدقيق الذي يجمع بين كثافة الخضرة والزرع وبين وجود الماء، هذا منه يتعلم الإنسان ويتعلم المسلمون التنسيق الحدائق.